يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أعلن في وسائل الإعلام قبل يوم الجمعة الماضي عن حصول كسوف يوم الجمعة وأنه سيكون من الساعة الثامنة، ولكن يا فضيلة الشيخ يقول خرجت في هذا الوقت ولم أره وسمعت المسجد يصلي، فهل المعتبر هو رؤية الكسوف بالعين أم بالأخبار، وما حكم تناقل هذا الخبر بالجوال؟ إذا سمعت الناس يصلون صل معهم، هم رأوه وأنت ما رأيتهم، يكونون رأوه وأنت ما رأيتهم، وهم محل اشتقاق إن شاء الله. نعم.